في الزوجي. طيب بدي لكم شباب شباب الارم اللي انا اديته لكم في العمل بتاعه في حاجه صعبه. ها حد يعرف يتلخبط بين الكروكو براكياليس والبايسبس والبراكياليس والترايسبس في حاجه دول يا اولاد؟ وقلنا يتسال نيرف سبلاي او اكشن. بالنسبه للنيرفز اظن احنا جبنا حرف الام ورناه لكم. بصي اللي هو الميديال كورد اللاترال كورد طلع الماسكو كوتينيس مخترق الكروكو براكياليس والالنر معدي ورا الميديال كورد لاين والميديا ابو سبعه ده او حرف الفي صح؟ ونسالك بقى اوريجن انسيمينيشن برانشز ورا الريديال نيرف شفناه في السبايرال جروف جوه الترايسبس وشفناه بين البراكياليس والبراكوراديالس شفناه ونسال نفس الكلام برضه كيوبيتال فوسا شفنا البرونيتور تيرس براكوراديالس والخط التخيلي وشفنا الفلور شفنا فيها البراكياليس والسوباينيتور اللي مخترقها الديب برانش بتاع الريديال صح اولاد وشفنا كونتينس ميديال نيرف نهايه البراكيال ارتر ريديال والنر بايسبس تندون والفولس كونتينت اللي هو يا اولاد ريديال نيرف في حاجه صعبه دي؟ احنا حطينا هنا تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. الجلوتير ريجون ما حدش سهل اسهل من الارم وهعرفكم تعرفوها ازاي. مش عايز حد يغلط فيها، برضه نعرف الاسئله اللي بتتجاب. وطبعا حتى لو عددنا كبير، اللي قدامي بيشوف واللي ورا بيسمع واللي ما يشوفش يجي تاني، ما حدش يمشي الا لما يقول لي يا دكتور انا خلاص اكتفيت وشفت كل حاجه، وعندكم عينات اهي تتراجعوا عليها كمان لما تخلصوا. خلاص يا اولاد؟ اسمعوا مع بعض يا اولاد كده بسم الله الرحمن الرحيم ونعرفهم. الجلوتير ريجون يا اولاد بنجيبها ازاي؟ بنسال عليها ازاي؟ طبعا احنا عندي طبعا بنشيل السكين سوبرفيشال فاشيه والفاشيه انا عايزك بس بعد اذنك ترجع ورا خليك زي ما انت بس عشان كله يشوف كده تعالى يا احمد كده عشان كله يشوف هنا اولاد في الجلوتياي ماسلز ثلاثه ماسلز سامعني اول واحده واكبر واحده المس سوبرفيشال 1 اللي هي الكبيره دي يا اولاد شايفينها جلوتياس ماكسيمس خلاص طبعا لو جبت هنا نفس الكلام اظن اشوف هديك في الامتحان كده دي اولي دي مشكله اولاد احط لك في الامتحان كده ايدنتيفاي تقول لي جلوتياس ماكسيمس لما اقول جلوتياس ماكسيمس جلوتياس ماكسيمس الموست سوبرفيشال ماسل ودي اللارجست ماسل عارف السؤال يجي على ايه؟ يا نيرف سبلاي اكشن اظن دي مش مشكله خلاص يا اولاد ارفعها كده يا اولاد هيبان عضلة تانية تحتيها شايفينها؟ الميديس شايفين دي يا اولاد دي الميديس شايفينها يا اولاد دي ايه؟ ميديس يبقى دي مين يا اولاد؟ ماكسيمس دي مين يا اولاد؟ ميديس واحد يقول لي يا دكتور طب ما ترفع كمان اقول له ارفع كمان في مينيمس يبان المينيمس اللي تحت امسك كده اللي تحت دي يا اولاد الايه؟ المينيمس اللي تحت دي يا اولاد اللي هي ايه؟ مينيمس يبقى ماكسيمس وميديس ومينيمس طبعا هنا اولاد العينه قدامكم ادي الماكسيمس امسك كده ودي مين يا اولاد ميدياس طبعا اللي تحت بقى خالص يا اولاد اللي هي ايه المينيمس يبقى ماكسيمس ميدياس مينيمس دكتور هذه معلش هذه المينيمس هذه اللي طالعه ده جوه دي جوه تحت تحت خلاص كده ثاني يا اولاد مين شاطر يقول لي مين دي يا اولاد ماكسيمس ودي ميدياس لما نرفع الميدياس يبان يا اولاد المينيمس وكمان بقى اولاد في لاند مارك ايه الفيسلز والاستراكشر دي بتبان بين الميدياس والمينيمس شايفين في فيسلز اهي ونيرفز وحاجات اهي شايفينها؟ شايفينها يا اولاد؟ يبقى بين ايه؟ الميدياس والمينيموس شايفين كده يا اولاد؟ انا عندي دي الماكسيموس ودي مين يا اولاد؟ ميدياس اما ارفعها يبان ايه؟ المينيموس تحت ودي الفيسلز اهي والاستراكشر خلاص؟ هنا اولاد الناس اللي معايا مين دي يا اولاد؟ ماكسيموس ميدياس واللي تحت الفيسلز تبقى مين يا اولاد؟ مينيموس ودي الفيسل هنعرفها دلوقتي خلاص يبقى انا عندي ايه؟ جلوتياس ماكسيموس ميدياس مينيموس في العينه دي يا اولاد دي مين يا اولاد ماكسيموس ودي مين يا اولاد ميدياس والتحت خالص بقى طبعا عشان ناشفه اللي هي يا اولاد تحت مينيموس خلاص كده يا اولاد يبقى انا عندي هنا الثلاثه ماسلز اظن واضحين مين يقول لي مين دي يا اولاد بقى ماكسيموس ودي مين ميدياس ولما فتحت كده يا اولاد بدا يبان ايه المينيموس وبين الميدياس والمينيموس في الفيسلز بقى والنيرفز والحاجات دي خلاص كده عرفنا الثلاثه جلوتياي واحد يقول لي يا دكتور تمام امال فين التنسور فاشيا لاتا اقول له بصوا لاترال كده يا اولاد في حاجه اسمها اليوتيبيال تراكت شايفينها دي فايبرس تيشو دي فاشيا اهي شايفينها يا اولاد دي تراكت دي اسمها يا اولاد اليو ساعات بنجيبها في الامتحان اقول لك ايدنتيفاي تقول لي يا اولاد اليوتيبيال تراكت اسالك ايه يا اولاد ايه المسلز اللي ماسكه فيها تنسور فاشيا لاتا وجزء من جلوتياس ماكسيموس واقول لك بقى النيرف سبلاي بتاعهم او الاكشن بتاعتهم عرفت بتيجي ازاي؟ يبقى دي مين يا اولاد؟ اليوتيبيال تراكت واحد يقول لي يا دكتور طبعا لو هي بقى متسلكه من فوق هنا
شايفين اولاد هنا تلاقي فيه ماسل فايبرز اهي فاهمني؟ يبقى الجزء الامامي بتاع اولاد الماسل هنا هتبقى مين اولاد؟ تنسور فاشيا ثلاثه، وفيها جزء من ورا من الجلوتياس ايه اولاد؟ ماكسيمس. يبقى انا اولاد ثاني اولاد لو دي مسكت لك في الامتحان تقول لي ايه؟ اليوتيبيال تراك. اليوتيبيال تراك اللي هي سيكند ديب فاشيا. طبعا الماسل اهي شوف بص من يعني مش لك هنا ده ماسل فايبر اهي اهي انا بسلكها. أيوة واضح واضح. شايفين الماسل اللي قدام دي اولاد؟ ماسل ماسل. تبقى دي مين اولاد؟ تنسور فاشيا اولاد. فهمتونا اولاد؟ تاني مين شاطر يقول لي ايه ده اولاد؟ مين الماسل اللي قدام ماسكه فيها دي؟ ماسكه فيها اهي. تبقى دي مين اولاد؟ تنسور فاشيا اولاد. خلاص كده؟ تمام كده؟ مين شاطر يقول لي بقى مين الماسل الحلوه دي؟ الماكسيمس. ودي؟ طب لو رفعتها يبقى انت تحتها ايه اولاد؟ واحد يقول لي كويس قوي دكتور، في ايه تاني بيبقى بيبان؟ اقول له بقى عشان نعرف انتوا عندكم الجريتر سايتك نوتش والليسر سايتك نوتش او فورامن، وبنسالك ده على العظم ايه اللي بيعدي في الجريتر ايه اللي بيعدي ايه في الليسر؟ ايه اللي بيبان عملي من الكلام ده كله؟ اول حاجه انا عندي يا اولاد اللاند مارك بتاعتي امسك كده في عندي ماسل مثلثه يا اولاد شايفينها؟ شايفين الماسل دي؟ ارفع بقى كده معايا عشان عايز الكل يشوفها، دي اسمها يا اولاد بايريفورمز. شايفين الماسل دي؟ شايفينها؟ ها؟ نزل كده اهي. شايفين الماسل دي يا اولاد؟ الماسل دي اسمها يا اولاد بايريفورمز. نوريها لك هنا بقى اجمل. شايفين الماسل عامله ازاي؟ مثلثه. لو تلف الكاميرا دي اهي. شايفين يا اولاد؟ شاوروا لي عليها اهي. شايفينها؟ شايفين اولاد الماسل المثلث الحلوه دي يعني بايريفورمز. نازلين هنا واضحه. افندم؟ هنا صغيره. ملا؟ صغيره هنا. لا على حسب السكشن. هنا كبيره شويه. مش كبيرة مش متشرحة ما انا بقول لك مش عشان انا مرسم نظفينها كويس. خلاص يا ولادي بقى الماسل دي مين؟ ما فيش غير واحد يقول لها دكتور تمام هبص الاقيها فوقيها نيرف ابيض اهو شايفينه وفيسلز صح؟ مين بقى اللي فوقيها يا ولاد وانت مغمض؟ السوبيريور جلوتيال نيرف وفيسلز. يبقى اللي فوقيها سوبيريور جلوتيال نيرف وفيسلز الابيض النيرف. واخدين بالكم يا ولاد؟ واللي مع بعضهم بقى الفيسلز يعني ايه ارتري وفي ايه وفي ايه. شايفين يا اولاد دي الماسل ديت ايه الماسل صح؟ يبقى اللي فوقها ده يا اولاد سوبير جلوتيال نيرف وفيسلز وتحتيها يا اولاد نفس الكلام. شايفين شويه الحاجات دول انفير جلوتيال نيرف وفيسلز. بصوا كده معايا هنا يا اولاد مش دي اتفقنا دي الماسل يا اولاد اهي ماسل كبيره بس مش متشرحه كويس. يبقى دي البايريفورمز واضحه؟ يبقى اللي فوقها يا اولاد سوبير جلوتيال نيرف وفيسلز وتحتيها ايه يا اولاد؟ انفير جلوتيال نيرف وفيسلز. اظن واضحين جدا. خلاص كده؟ تعالى الناس اللي هنا شايفين كده يا اولاد؟ مش دي الماسل يا اولاد اهي؟ شايفينها؟ يبقى اللي فوقها ده ايه؟ سوبير جلوتيال نيرف وفيسلز يعني ارتري وفين؟ وتحتيها يا اولاد مع بعضيهم انفير جلوتيال نيرف وايه يا اولاد؟ وفيسلز. شايفينهم؟ خلاص كده؟ عرفتوا اللي بنفرق بينهم ازاي؟ يبقى اللي فوق الماسل مين يا اولاد؟ سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز واللي تحتيهم شوف هنا يا اولاد بقى بص كده معايا في العينه دي ادي البايرفورمز واضحه؟ وده النوتش اهي مبينها لك فوق يا اولاد سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز. الانفيرور بقى ايه؟ زي ما انت شايف مقطعين يبقى هنا باين هنا سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز. بصوا معايا كده يا اولاد هنا فين البايرفورمز؟ حدش هيقول لي عليها؟ هذا يبقى اللي فوقها مين يا اولاد؟ سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز اللي تحت الانفيرور مش باينين بالظبط. فين البايرفورمز يا اولاد حد يشاور لي عليه؟ فين اللي فوق هيبقى ايه سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز؟ بايرفورمز سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز. اظن جميله وواضحه. نشوف العينه دي كده باينين ولا مش باينين؟ طبعا دي الماسل المفروض طبعا بس عشان نشوف ناشفه ازاي هنا في هنا في يعني اللي فوقها هيبقى يا اولاد سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز مش كده؟ طيب واحد يقول لي كده تمام يا دكتور. تاني يا اولاد لقيت عضله مثلثه هتبقى مين يا اولاد؟ بايريفورمز. هسالك النيرف سبلاي او اكشن. اي ماسل نيرف سبلاي اكشن خلاص كده؟ سوبر جلوتيال نيرف ممكن اسالك الرول فاليو بتاعته. فاهمني؟ او ايه البرانشز بتاعته؟ انفير جلوتيال نيرف برضه هذا نفس الكلام خلاص؟ واحد يقول لي يا دكتور ده عظيم قوي. ايه بقى دكتور النيرف الكبير الجميل الحلو ده ولا هذا شياتيكا ده السياتيك نيرف. ده مين اولاد؟ سياتيك. شياتك دي بالباكستاني اسمه سياتيك ها؟ شاف قد ايه؟ ده مين اولاد؟ سياتيك نيرف. ده بيجي لغايه نص اللي هنا هو عند الميدل اوف ذا ساي وينقسم تو برانشز بقى تيبيال وكومن جرونيه. فاهمين يا اولاد؟ يبقى النيرف الكبير الضخم ده اولاد اللي هو بيسموه بالعربي عرق النسا احنا بنقول عرق النسا وعرق النسا ده اولاد مين؟ سياتيك نيرف. هسالك في الامتحان ده مين هتقول لي مين اولاد؟ سياتيك نيرف. السياتيك نيرف هسه ايه؟ الاورجن برانشز
تيرمينيشن كده. ما هو ما فيش، هو اي نيرف هيتسال نفس الكلام. واحد يقول لي طب ما تورينا في العينه دي، اقول له حاضر. مين النيرف الجميل الحلو ده يا اولاد؟ صدر. شفتوا خناق ومقسوم تو تيرمينال برانشز اهو، تيبيال كومبروني. خلاص. واحد يقول لي دكتور انا شايف في نيرف، معلش اسمه القسمين تيبيال وايش دكتور؟ كومن برونيه. ليه اسم تاني بيسموه ميديال بابليتيال ولاترال بابليتيال. خلاص، يا ميديال بابليتيال ولاترال بابليتيال، يا تيبيال وكومن ايه يا اولاد؟ برونيه. كان ساعات بيبقى فيه نيرف رفيع كده اولاد، بيبقى مقطوع. ليه؟ عشان كيوتينيوس جلدي فبيتقطع، اسمه بوستيرير كيوتينيوس نيرف اوف ذا سايد، بس مش باين هنا. يبقى مين النيرف الكبير ده اولاد اللي قدامكم ده؟ سياتيك. سياتيك. ومين انفصل اداكوا الشياتك ده؟ عشان كده ننقسم يا اولاد ليه؟ لكومن برونيال وتيبيال. قال لكم براشياليس، اسمها براكياليس. ماشي. يبقى ده اولاد مين ده لو سالتكم في الامتحان ده اولاد؟ سياتك نيرف. يبقى هنسال ايه؟ اوريجن يا ترمينيشن يا برانش. هنخترع، هو ده الامتحان اللي بيجي. هيديك يا اولاد تيبيال، وده اللي لاترال، ده كومن برونيال، او بيسموه ميديال بابليتيال ولاترال. ايه يا اولاد؟ بابليتيال. شايفين اولاد السياتك نيرف حلو ازاي واضح؟ وهينقسم ايه يا اولاد؟ الكلوز ده تيبيال وده كومن برونيال، او ميديال بابليتيال ولاترال بابليتيال. واحد يقول لي طب في العينه دي، اقول له حاضر. هنا بقى بص يا اولاد، في العينه دي فين السياتيك يا اولاد؟ اهو شايفين النيرف اللي فوق وراه ده اولاد؟ ده كان بيبقى يا اولاد بالسيوتينيوس نيرف اوف ساي، مقطوع عشان بيغذي الجلد بتاع الباك اوف ساي والبابليتيال فوس. بوستيريور كيوتينيوس نيرف اوف ساي، شايفين يا اولاد؟ يبقى فوق السياتيك نيرف. هنا اولاد بصوا معايا كده، فين اولاد السياتيك نيرف؟ في نيرف مقطوع اللي انت ماسكه ده بقى، بصير كوتينيوس نيرف اوف ايه يا اولاد؟ ذا ساي. ده جلدي بيغذي الجلد بتاع الباك اوف ذا ساي والباك بتاع البابليتيال الفصه، واخر حته او اعلى حته في سمانه الادم اللي هي اسمها الكف. شايفين اولاد السياتيك؟ شايفين السياتيك؟ وشايفين ده اولاد مين؟ بصير كوتينيوس نيرف اوف ساي. ومين العضله المثلثه الجميله دي؟ البريفورمس. ودي مين يا اولاد؟ ميدياس. وده مين يا اولاد؟ ماكسيمس. واللي تحت مش عارفين نطلعه ده مين؟ مينيموس. اظن الكلام واضح وسهل. بصوا هنا اولاد معايا، بص كده اولاد، فين حد يسوي لي على السياتيك يا اولاد؟ السياتيك فين؟ هذا. وفين البصير الكوتينيوس؟ هذا البصير مقطوع ليه يا اولاد؟ ما هو متوصل للجلد فانا اتقطع. فين البايرفورمز يا اولاد؟ حد يسوي لي على البايرفورمز. وفين الميدياس والماكسيماس؟ اهي الماكسيماس والمينيماس اللي تحت. صح اولاد ده الكلام ده؟ يعني لو جات لنا اي جلوتياس ماكسيماس ميدياس مينيماس اتضغط منهم. تاني حاجه البايرفورمز مصر، انتوا شايفينها في الثلاث عينات هو اللاند مارك بالظبط، فاهمني؟ بعد كده السياتيك نيرف فيه لخبطه. طيب عندنا حاجات ستراكشر فوق البايرفورمز، لو نيرف ابيض يبقى سوبرفيشال نيرف، لو حاجات كده على بعضيها جلوتي فيسيت. تحت برضه نفس الكلام. واحد يقول لي في ايه تاني يا دكتور؟ اقول له ركز معايا بقى، في اولاد في كذا عينه هنوريها لك. تحت بقى اولاد بصوا ركز معايا هنا، تحت البايرفورمز وتحت السياتيك نيرف اولاد، ركزوا معايا عشان دي مهمه. هتبص تلاقي اولاد في الوسط كده في اللي انا بعمل عليه ده بالجفت ده، ايه ده؟ تندون. فوقيه حته مصل وفي تحتيه حته مصل. التندون ده التندون بتاع الاوبتيريتور انترنس، ودي سوبيرو جيميلس وده انفيرو جيميلس. خلاص. وتحت في عضله مربعه شايفينها اسمها كوادريتاس فيموريس. تاني في تندون وفوقيه اتنين مصل. التندون بتاع الاوبتيريتور انترنس سوبيرو جيميلس انفيرو جيميلس، والعضله المربعه ده مين يا اولاد؟ كوادريتس. الحين بالكامل بصوا كده اولاد معايا هنا، في هنا تندون مكان الجفت ده، ده تندون بتاع الاوبتيريتور انترنس، فوقيه ماسل وتحتيه ماسل. التندون التندون بتاع الاوبتيريتور انترنس، حته الماسل دي يا اولاد سوبيرو جيميلس والانفيريور جيميلس. في عضله مربعه حلوه اهي كوادريتس فيموريس، هنوريكم في كذا عينه. ما شفنا احنا خلاص. يبقى انا دلوقتي انا بسيبها اللي مش بلف كله، يبقى تصبروا عليا شويه. تعالى بس كده عشان زمايلك يشوفوا دلوقتي اولاد. التندون اللي هنا ده، ده التندون بتاع الاوبتيريتور انترنس، فوقيه ماسل اهي يا اولاد وتحتيه ماسل. صح. الماسل فوقيه تبقى سوبيري جيميلس، واللي تحتيه مين يا اولاد؟ في عضله مربعه صغيره يا شايفينها دي كوادريتس فيموريس. ده التندون بتاع الاوبتيريتور انترنس. خلاص. يبقى فيه سوبيرو جيميلس وتحتها مين اولاد؟ انفيرو جيميلس. والعضله دي مين اولاد؟ كوادريتس فيموريس. تعالوا كده اولاد هنا، الناس اللي معايا هنا
دي الانتندوم بتاع الاوبتريتور انترنس، سوبيرو جيميلاس انفيرو جيميلاس، ودي كوادريتاس فيموس. نشوفه في عينه تانية، انا بوريك في كل. بص يا اولاد في العينه دي بقى، هنا التندون واضح بتاع الماسل شايفينه، السوبيرو جيميلاس زمايلكم قطعوه، فاضل مين يا اولاد؟ انفيرو جيميلاس. شوف العضله المربعه الحلوه دي ما اتغيرتش في كوادريتاس فيموس. بصوا هنا كده يا اولاد معايا، هنا التندون اظن واضح جدا، ده البيريفورمز، ده التندو بتاع الاوبتريت، سوبيرو جيميلاس قطعوه، في انفيرو جيميلاس. شايفين اولاد الكوادريتاس اجمل من كده بقى مش هتلاقي، واضحه جدا اصلا. يبقى اولاد ده البيريفورمز، ده التندو بتاع الاوبتريت، المفروض كان في هنا سوبيرو جيميلاس اتقطعت، في اولاد انفيرو جيميلاس، وده مين اولاد؟ كوادريتاس فيمورس. بص يا اولاد معايا سهله جدا، فين البيريفورمز يا اولاد؟ امسك كده المصل دي. بص يا اولاد البيريفورمز اظن واضحه، شايفينها؟ شايفين اولاد التندو بتاع الاوبتريتور انترنس؟ شايفينه؟ كان المفروض في حته مصل اتقطع اللي هي سوبيرو جيميل. شايفين اولاد الانفيرو جيميلس؟ شايفين الكوادريتاس؟ اظن اوضح من كده مش هتلاقي. يبقى لو انا سالتكم في الامتحان ده مين؟ هذا الميديوم. دي مين؟ ماكس. دي مين؟ البايريفورمز. وده اولاد التندو بتاع الاوبتريتور انترنس، وده الانفيريور جيميلس، ودي مين يا اولاد؟ الكوادريتاس. تعالوا كده اولاد معايا، فين البايريفورمز؟ اهي شايفينها؟ ده التندو بتاع الاوبتريتور انترنس، كان في حته مصر فوق اسمها سوبيرو جيميلاس، وتحتيه يا اولاد انفيرو جيميلاس، ودي الكوادريتاس. اظن ما فيهمش اللخبطه دول، واضحين يا اولاد؟ يبقى دي مين يا اولاد؟ ميدياس ماكسيماس، طبعا المينيماس تحت، بايرفورمس سياتيك نير وسيركوتينيوس نير اوف سايد كوادريتاس، وده التندون بتاع الاوبتريتور والانفيرو جيميلاس والسوبيرو المقطوع. بص يا اولاد تعالوا معايا هنا اللي ما شافش الجنب ده، فين يا اولاد البايرفورمس؟ اهي شايفينها؟ اسند يا ابني التعليق. هنا ده التندون، لا احمد كده عشان زمان، خليك انت عشان بس تشوف التندون، كان المفروض فيه سوبيرو جيميلس قطعت، فيه انفيرو جيميلس باينه، وده كوادريتاس فيموس. مين دي يا اولاد؟ ميدياس. ودي مين يا اولاد؟ المينيماس تحت هنا صح، وده السياتيك، وده بوسير كوتينيوس نيرف اوف سايد. الجلوتي ريجن اولاد صعب اولاد. طيب نشوفها في الكاليفر بتاع الكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بص يا اولاد كده معايا الناس اللي هنا، بص يا اولاد هنا بقى باينه اوضح، شايفين اولاد التندون هنا اهو بتاع الاوبتريتور انترنس اظن باين، فوق شويه لحمه اهي سوبيرو جيميلاس، وتحتيه لحمه ثانيه تبقى يا اولاد انفيرو جيميلاس. شايفين الكوادريتاس فيموس يا اولاد؟ اجمل من كده بقى ما تلاقيش صح. شايفين هنا اولاد ده كوادريتاس فيموس واضحه، وده التندون الابيض اهو شايفينه، فوقيه مصل وتحتيه مصل سوبيريو جيميلاس وانفيرو جيميلاس. وطبعا دي ايه يا اولاد؟ دي البايريفورمز ده بعيد عنه. أيوة. وده سوبيريو جلوتيال نيرف اوف فيسلز، ودول انفيرو جلوتيال نيرف اوف فيسلز، وده السات. فين الكوادريتاس؟ اظن واضحه جدا، تندون والاثنين جيميلاي واضحه يا اولاد. جميل. تعالوا بقى كده يا اولاد معايا هنا، بصوا يا اولاد كده معايا كوادريتاس فيمروس يا اولاد، في خلاف عليها يا اولاد؟ اهي اظن واضح، حد يقول لي عليها دي تندون اوبتريتور انترنس ولا اي حاجه؟ البايريفورمز مربعه اهي خلاص. هنا بقى واحد يقول لي ايه التندون الابيض ده يا دكتور؟ اقول له الاوبتريتور انترنس، تحتيه لحمه ايه؟ انفيرو جيميلاس، فوقيه لحمه سوبيرو جيميلاس. طب مين العضله المثلثه الكبيره دي؟ البايريفورمز، وده ميدياس، وده مين يا اولاد؟ ماكسيماس، واللي تحت مين يا اولاد؟ مينيموس. نرفع كده، بص يا اولاد الكوادريتاس فيموريس جميله خالص، شايفينها؟ شايفين يا اولاد هنا في تندون ابيض شايفينه؟ تحتيه لحمه، فوقيه لحمه، اللي فوقيه سوبيرير، واللي تحت مين اولاد؟ انفيرير صح؟ وده ماكسيماس، وده مين اولاد؟ ميدياس، وده مينيس، وده سوبيرو جلوتيال نيرف وفيسلز، وانفيرو جلوتيال ايه اولاد؟ نيرف وفيسلز صح؟ وده مين اولاد؟ السياتيك نيرف. وين ايه؟ ايه اللي بيقول؟ تعالى انت وريها لي. طب بتمضغ عالك انت فاضي؟ في هنا نيرف اهو الابيض، والفيسلز الغامقه دي يبقى ايه اولاد؟ انفيرو جلوتيال فيسلز، والابيض يبقى مين اولاد؟ النيرف. هنا اولاد النيرف ده يبقى الايه؟ سوبير، والفيسلز على بعضيها البايريفورمز اهو، لانه صغير خلاص عشان مش متشرحه كويس، ده مقطعها خالص مطلعها. هتقول عليها ايه طيب؟ هتقول لي عليها جلوتياس. بصوا هنا كده اولاد معايا، مين يا شاطر هنا اولاد يقول لي ايه يا اولاد؟ كوادريتاس فيموريس. كوادريتاس فيموريس ده التندوم بتاع الاوبتريتور انفيرو جيميلاس، واللي فيها اولاد سوبيريو جيميلاس، وبينهم الكوادريت. كملوا كملوا. ده اولاد التندون، وده اولاد ايه؟ انفيرو جيميلاس وسوبيريو جيميلاس. ودي مين اولاد؟ بايريفورمز. دي المينيماس، ودي مين اولاد؟ ميدياس، ومين دي؟ ماكسيماس.
سوبرجلوتيال نيرف وفيسلز، واللي تحت مين يا اولاد؟ انفيرجلوتيال نيرف وفيسلز. اظن واضحه الامور. نعم. تعال لف بقى كده معايا. دي مين يا اولاد؟ ماكسيمس شفنا، ودي مين يا اولاد؟ ميدياس، واللي تحت مين؟ منس. الابيض ده اولاد النيرف سوبرجلوتيال، صح؟ وده الفين والارتري، يبقى سوبرجلوتيال نيرف وفيسلز. هنا اولاد في نيرف ابيض اهو انفيريور، خلاص اللي هو ده، واللي معاه بقيه يبقى مين اولاد؟ الفيسل، صح؟ ده السياتيك. فين اولاد الكوادريتاس فيمورس؟ اظن باين. شايفين التندون الابيض ده اولاد تندون بتاع الاوبيريتور انترنس. ده الانفيرو جيميلاس، واللحمه اللي فيها مين اولاد؟ سوبير. ده مين اولاد المصري الكبيره دي؟ بايرفور. وده مين اولاد السياتيك؟ فهمتم؟ الفيزل سيكون ليوم في مدخل. يا ابني قاعد انت واقف جنبي، سمعت انا قلت ايه؟ النيرف يبقى شكله ايه؟ رد عليا، انا قلت ايه؟ قلت ايه يا ابني؟ ابيض. تعالى كده معايا بابا. ده كده لونه ايه ده اللي انت شايفه ده؟ ها؟ ده ابيض. شايفين دول لونهم ازرق نغمائي؟ دي فيسلز. هنا بابا، هنا فاهمني؟ ده النيرف ابيض اهو. معايا؟ شايفين التانيين فيسلز؟ اظن خلاص كده يا اولاد؟ ولما تيجي على بعضها يقول لك سيبك نسيت النيرف فيسلز. تاني اولاد، تعال بقى نعرف اللي بيتسال هنا فين. لقيت اول عضله كبيره دي تبقى مين يا اولاد؟ ماكسيمس. يليها ميديوس، يليها مينيموس. خلاص. طب في عضله مثلثه طالعه من جلطه بايريفورمس، فوقيها نيرف وفيسلز، يبقى سوبرجلوتيال نيرف وفيسلز. النيرف شكله ايه؟ ابيض. الفيسلز طبعا منتفخه شويه ولونها بيبقى مزرق شويه، يعني انفيريور في برضه حاجه بيضاء الانفيرجلوتيال نيرف ومع الفيسلز. طب لقيت نيرف سميك لو كبير ونازل سايد. خلاص. طب لقيت عضله مربعه كوادريتس. لقيت فوقها تندون وفوقيه حتتين لحم. التندون اوبيريتور انترنس، اللحمه اللي فوقيه سوبيريور جيميلاس. وده اولاد. يبقى انا في الامتحان هسالك يا ماكسيمس يا ميدياس يا مينيمس يا بايريفورمس يا كوادريتس يا التندون بتاع الاوبيريتور، صح؟ واسالك يا نيرف سبلاي انشن معايا؟ هاجي بعد كده امسك لك ده ايزا، يعني اسمها ساكنه سوبرجلوتيال نيرف، هيبقى لونه ابيض واضح جدا. يا اما احط الحاجه على بعضها تقول سوبرجلوتيال نيرف وفيسلز والساتيك نيرف. هسالك ايه في النيرف يا اولاد؟ الاوريجن او التيرمينيشن او البرانش؟ فهمتوني يا اولاد؟ نعم. السوبرجلوتيال تحت الميدياس، بين الميدياس والمينيموس. الفيسلز كلها بين الميدياس والمينيموس. حتى بص هنا كده، اما ارفع كده يا ابني هنا واضحه دي. هنا طبعا ما انا بقول لك هنا، بص يعني بص كده في حاجه باينه مش باينه. لما افتح بقى الميدياس يبدا يبان بقى الاستراكشر والمينيموس تحت. بص هنا يا اولاد، حتى شوف الازرق، شايفين الازرق والكلام ده كله؟ طبعا اللي هي الفيسلز، انما حاجه بيضاء طبعا. ده اولاد ينفع ده اقول عليه فيسل يا اولاد؟ ده كده ينفع اقول؟ لا طبعا هذا فين. وبعدين مسدود زي الحبل زي الخيط. بس اللي هنا يا دكتور، فهمتوني يا اولاد؟ هنا بس المشكله هنا يا ابني اهو. امسك في ايدك وتشوف. امسك كده، ده مقفول، ده كده مش مجوف، ده حبل خيط. انما التانيين فيسلز يكون داخله تيجي ده ليه كافيتي يا راجل؟ مجوف يعني كيف. دي النيرف اللي تعرف تعمل فيه كده؟ فهمتوني يا اولاد؟ خلاص كده؟ اللي ما شافش، اللي شاف يرجع ورا، ما شافش يجي لي، وبعد كده هتمسكوا العينات تراجعوا عشان ايه؟ اللي ما شافش يجي لي، اللي اي حد ما شافش يجي لي. مظبطك على كام؟ 30 ولا 28؟ ها؟ ايه؟ انت بتظبط الكفر بتاع سيارتك على كام؟ 35. يبقى هنظبطك على 35. محدش يطلع بره، لسه ما خدش التحضير ولسه في عض. بس يا عبد الله، بس عبد الله عشان نخلصه. الناس اللي شافت العمل معايا صعب الكلام ده يا اولاد؟ ركزوا معايا. تعالوا كده يا اولاد، انا عايز كله يجي تقربوا معاك عشان كله يشوف كده. مين يا اولاد العضله الكبيره اللي هتبقى قدامكم دي؟ ماكسيمس. ارفعها كده يا اولاد يبان مين؟ ميدي. ارفع الميدياس يبان مين اللي تحت؟ مينيموس. انا مش بقول لك تخلص عشان تقف تحكي. يبقى اولاد ايه؟ ماكسيمس وميدياس ومينيموس. واحد شاطر يقول لي مين العضله المثلثه يا اولاد اللي هتبقى عندك ديت؟ دي مين يا اولاد؟ ماكسيمس. وده مين يا اولاد؟ ميدياس. المينيموس تحت. اهي اللي انت لو رفعت كده هتبان تحت. مين يا اولاد العضله المثلثه دي؟ فايريفورمس. مين العضله المثلثه دي يا اولاد؟ فايريفورمس. خلاص؟ خلاص كده يا اولاد؟ طيب، واحد يقول لي يا دكتور
فوق البايريفورمز في نيرف ابيض، شايفين النيرف الابيض اولاد؟ والفيسلز الزرقاء والغامقه دي يبقى مين؟ شو بيقولوا تيل فيسلز. تحتها اولاد في نيرف ابيض شايفينه، وفي فيسل زي شايفينها فيسل حتى فيها كافيتي من جوه وكلام من ده. واحد شاطر يقول لي دي البايريفورمز يا دكتور، طب انا شايف في تندون ابيض هنا، شايفين التندون الابيض ده؟ تحتيه ماسل وفوقيه ماسل صح؟ اللي فوقيه سوبير جيميلس واللي تحتيه انفيرو جيميلس. ودي مين يا اولاد؟ كوادريتاس فيموس. تعالوا هنا اولاد معايا، بصوا كده اولاد معايا، شايفين اولاد سوبير جول تيال نيرف ده في خلاف عليه؟ شايفين الزرقان بقى والفيسلز اظن واضحين قوي. تحت اولاد في حاجه بيضة كده اللي هو النيرف، شايفين اولاد الفيسلز؟ حتى احنا قطعنا، انا دخل جوه الجيفت اهو، ده فيسل صح؟ انفير. مين ده اولاد؟ السياتيك صح؟ دي البايريفورمز اهي، شايفين عضله كبيره اهي، شايفينها؟ فينا بقى اولاد تندون ابيض شايفينه؟ وده سوبيرو جيميلس، وده مين اولاد؟ كوادريتاس. جميله وبتيجي سهل اظن واضحه خالص. في غيرها كده مربعه اولاد هنا؟ مين شاطر يقول لي مين العضله دي يا اولاد؟ ودي ولو رفعنا كده اللي تحت، طب مين العضله المثلثه دي؟ طب مين اولاد الابيض ده؟ سوبر جلوتيال نيرف وفيسلز وانفيرو جلوتيال يا اولاد، نيرف وفيسلز. مين السياتيك اهو؟ ده كوادريتاس، ده الاوبتيريتور انترناس تندون سوبر جيميلس انفيرو جيميلس. هنا اولاد معانا اهو بايريفورمز. بص يا اولاد التندون هنا جميل ازاي، بس السوبر مقطوعه، الانفيرو موجوده، كوادريتاس واضحه. وده مين يا اولاد؟ سياتيك والبوسيروكوتينس نيرف بتاع الساي صح؟ ودي ماكسيماس، ودي مين يا اولاد؟ ميدياس. واللي تحتهم تبقى مين يا اولاد؟ اظن سهلين. تاني يا اولاد هنا بصوا كده معايا، مين دي يا اولاد؟ ماكسيماس. دي مين يا اولاد؟ ميدياس. ودي مين يا اولاد؟ مينيماس. شايفين سوبر جلوتيال نيرف؟ شايفين الفيسلز؟ شايفين لونها ايه؟ طيب تحت يا اولاد في نيرف اهو انفيريور ومعاه فيسلز اهي، حتى شوف الاوبننج بتاعتها شايفينها؟ ده مين اولاد؟ سياتيك. مين العضله المربعه الحلوه دي يا اولاد؟ كوادريتاس. طب الابيض ده التندون بتاع الاوبتيريتور، في سوبيرو جيميلس، وفي مين اولاد؟ انفيرو جيميلس. ودي البايرفورمس طبعا عضله كبيره شايفينها قد ايه؟ خلاص يا اولاد اظن واضحين جدا. هنا اولاد في العينه دي مين شاطر يقول لي بقى؟ هسال بقى مين الماسل دي يا اولاد؟ ودي مين؟ المينيماس بقى تحت يا اولاد. طيب مين العضله الحلوه دي؟ بايريفورمز. التندون بتاع الاوبتيريتور سوبيرو جيميلس هنا فيه ولا مفيش؟ مفيش. في مين يا اولاد؟ انفيرو. ودي مين يا اولاد؟ مين النيرف الكبير ده؟ ومين ده يا اولاد؟ نيرف اوف ايه؟ ذا ساي. اظن كمان كلام جميل واضح جدا. نسيت بقى اولاد اوريكم حاجه هنا، دي الجريتر سياتيك ودي الليسر، في حاجات معديه من الجريتر للليسر، فاهمين يا اولاد؟ شايفين الحاجات اللي انا بعملها دي هنا؟ ايوه. المفروض دول ثلاث حاجات مش بنطلب منك، يعني ايه؟ هم على بعضيهم اتنين نيرف وبينهم فيسل، اتنين نيرف وبينهم ايه يا اولاد؟ فيسل. نيرف اللي هو البيودندل، والنيرف الثاني اسمه نيرف توبتيوريتور انترنس، وبينهم فيسل اسمها الانترنال بيودندل فيسلز. هم على بعضيهم كده، مش هنطلب منك يعني تفرقهم من بعضيهم. خلاص تعالوا هنا كده اولاد، اسميهم ايه؟ بص يا اولاد دلوقتي في ستراكشرز جايه من الجريتر معديه، ده الجريتر وده الليسر. بص يا اولاد كده هم هنا ثلاثه وباينين، يعني انت عارف ايه؟ بص يا اولاد ده نيرف اهو شايفينه، بعد كده في فيسل فيسل، وبعد كده نيرف جوه تاني. يعني اللي عايز يشوف هنا بصوا كده، يعني هم باينين برضو. بص يا اولاد في نيرف اهو شايفينه، وفي فيسل اهو، بعد كده في نيرف جوه كمان. النيرف اللي جوه البيودندل، اللي بره النيرف بتاع الاوبتيريتور انترنس، وبينهم فيسل اسمها انترنال بيودندل فيسل. ثلاثه ستراكشرز، نيرف ونيرف وبينهم ايه؟ فيسلز. تعالوا هنا تشوفوها تاني، في حاجات معديه من الجريتر رايحه للليسر. بص يا اولاد في نيرف اهو، اللي بره ده نيرف تو اوبتيريتور انترنس، في فيسل اهي امسكها بس معاكم كده، الفيسل دي يا اولاد الانترنال بيودندل، واخر حاجه جوه بقى اولاد اللي هي البيودندل. فاهمين يا اولاد؟ ادي واحد، ادي الفيسل اهي الابيض اللي جوه ده اولاد، اللي جوه ده هذا اللي جوه خالص، ده جوه هنا اهو 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 اللي انا بعمله بالجيفت اهو، ثلاثة اهو. ايوه شفت ده اللي هو اولاد البيودندل نيرف. تاني اولاد في نيرف اهو شايفينه، نيرف اهو امسكه تمام، وفي فيسل. بص اما ارفع كده باين ثلاث حاجات ولا مش باين يا اولاد؟ ثلاثة، نيرف ونيرف وبينهم فيسل، للعلم بالشيء.
نيرف بينهم بيسلز نيرف بينهم الميديالي جوه خالص بيدن اللي بره نيرف بتاع الاكتوريتور انترنس وبينهم الانترنال بيدن ده بيسلز. يبقى هنقوله هنا اللي يتسال هنا اولادي هسالك في الماكسيمس يا ميدياس يا مينيمس ميدياس وبينهم مينيمس اللي بينهم بينهم الفيسلز والبيسلز عضله مثلثه طالعه من الجريتر ساتيك باي ريفورمز تندون ابيض وعليه حتتين لحمه من فوق ومن تحت بالدكتور ترنس وسوبير من فيه عضله مربعه كوادريتس في نيرف كبير ضخم قوي سياتيك في نيرف فوق البايريفورمز وفيسلز سوبير جلوتيه في نيرف وفيسلز تحتيه تبقى يا اولاد كتير اظن وريتها لك على كاديفر وعلى بلاستينيتد واضحه جدا واضحين طبعا الكلام ده هيتراجع دلوقتي خدوا العينات بقى بصوا يلا كنتوا تراجعوا عليها واللي عايز يسال في حاجات ادي عينه ودي عينه ودي عينه ايه اللي تبيها التراك ده الاليوتيبيال تراك ودي المصل اهي باينه اهي التنسور فاشيالات اهي التنسور فاشيالات يبقى اولاد التراكت اللي على الجنب اسمها اليوتيبيال تراك ودي اولاد اللي هي التنسور فاشيالات مصل انا عايز اعرف الناس اللي طالعه بره دي داخله طالعه دي اسمها انت هتقفوا راجعوا العينات دي يلا دكتور استفسار بس معلش النيرف اللي يصير اللي يصير من عند الإليك اللي فيه نيرفين وبينهم فيزل نيرف الداخلي اليودندل والخارج نيرف الدكتوريتور انترنس وبينهم الانترنال اليودندل فيزل دول معدين من الجريتر للليسر طيب السؤال النيرف الداخلي اليودندل النيرف الخارجي الدكتوريتور وبينهم الانترنال اليودندل فيزل طيب وطريقة السؤال تسألني بشكل عام يعني مفيش احنا ده الكلام ده لو عضنا ولا في الستركشر معدين بروسك من الجريتر للليسر انما هنمسكهم لوحدهم الفيسلز مش عليك طبعا والبيدين ده النيرف جوه برضه هيبقى الروت فاليوم ما عليكش حتى البرانش عشان ده في البرينيه طيب والتريتور انت بالنسبه لغزل التريتور اليوتيبيال تراكت يا ابني اليوتيبيال تراكت وماسك فيها اولاد ماسك هنا فيها اولاد اللي هي التنسور فاشيالاتا مصل ومن ورا جلوتياس ماكسيمس يبقى دي اليوتيبيال تراكت ماسك فيها التنسور فاشيالاتا من قدام وماسك فيها جلوتياس ماكسيمس من ورا خلاص يا اولاد الفيمورال تراينجل في اللاتر يا ابني غير الفيمورال التنس ده الفيمورال تشيز يا باشمهندس والله ده انتوا حاجه تفرح صراحه اليوتيبيال تراكت على الشمال اهو على اللاتر اللي هنا تغطي الفيمورال تراينجل ازاي بيغطي الفيمورال تراينجل اسمها فيمورال تشيز بتاع التنسور بتاع ده الفاشيه اللي هي فاشيه ترانزفيرسال حاجه ثانيه خالص ومش هنجيب لك الفاشيه في الامتحان بتغطي الفيمورال بس اعرف الارتري والفين والحاجات دي واضح اولاد الكلام يلا اقعدوا راجعوا الكلام ده يلا علشان ايه بناخد تعبير عشان نسعى نشوفه انا ودي اشوف هذه الاليو هنا من منطقه الهيليا هنا التيبيا الهيليا التيبيا هذه اللي من داخله في اسمه تنسور فيشيا فيشيلات المصل دي تنسور فيشيلات انت عشان النيرف اللي قال انا